نرجع لكم من تاني، وخلينا بقى نسيب اعدائنا هم يتكلموا ونرجع نتكلم على الشغل على الارض، ايه اللي بيحصل في مصر بجد. نشوف التحرك في المشروعات القوميه المختلفه في كل المجالات اللي بتتم في كل قطاع من قطاعات الدوله. دايما الحقيقه احنا مؤخرا ومع كل مشروع ومع كل خطوه بنعديها بنستخدم كل الطرق المتقدمه، بنستخدم امثل طرق التكنولوجيا، بنلاقي في وجود قوي لوزاره الاتصالات انه يبقى في تطوير دايما للادوات، ان انا استخدم التقنيات الحديثه في المشروعات المختلفه، ودي بتكون مقدمه لاي مشروع قومي كبير. وعندنا ده جاي من ايه؟ من مشروع قومي اكبر، وهو التحول الرقمي اللي بتشتغل عليه الدوله المصريه من سنين، واللي شفناه كتير والحقيقه لاحظنا كلنا مع بعض كتير من تطبيقاته خلال ازمه كورونا. توجيهات السيد الرئيس بالتوسع في استخدام التقنيات الحديثه، وده اللي احنا هنتكلم عنه مع ضيفنا اللي بينضم الينا عبر كاميرا اكسترا نيوز، المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنميه الاداريه والتحول الرقمي والميكنه. صباح الخير على حضرتك يا باشمهندس. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. خلينا في البدايه نوضح للمشاهد بشكل بسيط كده ايه اهميه التطوير الكبير اللي بيحصل في هذا القطاع، وازاي ده بينعكس على مستوى الخدمات المقدمه للمواطن. هو التحول الرقمي بصوره سريعه ومبسطه ان انا اتحول الى تعامل رقمي في كافه تعاملاتي، في التعامل بين الافراد وبعضهم، التعامل بين مع الحكومه، التعامل مع القطاع الخاص، التعامل بين القطاع الخاص. الدوله اللي بنقول انها تحولت رقميا هي الدوله اللي بتستخدم اغلب تعاملاتها رقميه. فايدة التعامل الرقمي ان انا ما بقتش محدود بالمكان، ما بقتش محدود بالزمن، ما بقتش محدود ان انا اتحرك من مكان لمكان. فبالتالي زائد طبعا بينتج منه البيانات، والبيانات دي هي الكنز بتاع العصر الحديث. بيحصل منها تحليلات، بشوف السياسات بتاعتي ماشيه صح ولا لا، بشوف الخدمه الناس مبسوطه منها ولا لا. فهي الاساس النهارده هو استخراج من البيانات القيمه المضافه او القيمه اللي تخليني اقدر احسن في ممارساتي. الفايده في الكلام دوت ان طبعا مع التعامل الرقمي مفيش ورقه ممكن تضيع، مفيش ورقه ممكن تتسرق، مفيش ورقه ممكن تتزور، مفيش تعامل مباشر بين المواطن ومقدم الخدمه، وبالتالي كل صور المشاكل اللي احنا عشنا فيها في العصور الفاضيه المفروض انها ايه؟ الماضيه المفروض انها تكون تتحل. طبعا بالنسبة للمواطن اللي بياخد خدمته من البيت او اللي بياخد خدمته من على الموبايل او بياخد خدمته من مركز الاتصال، كل ده اسهل بكتير من ان هو يروح اي مكان عشان ياخد الخدمة. وصانع القرار اللي عنده البيانات اللي تخليه يقدر يحلل ويشوف ايه مشاكله اكيد احسن بكتير من اللي هو بيتعامل على الاحصائيات ويتعامل مع النوع من الاستقصاءات، لكن النهاردة عنده بيانات حقيقية بالموقف الحقيقي. باشمهندس خليني ارجع واتكلم مع حضرتك. احنا الحقيقه من الملحوظ واحنا شفنا مع جائحه كورونا الاخيره انه في طفره كبيره شهدها هذا القطاع، وهو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللي بتاكد على انه الاستعداد لهذا التحول الرقمي والشغل اللي بدا، وان يكون في مراجعه لجميع التطبيقات كمان وتجربتها بشكل عملي، بدا من فتره كبيره جدا، واحنا بنشوف هذه النتائج الايجابيه بشكل ملحوظ معانا، وخاصة زي ما قلت لحضرتك مع أزمة كورونا أو الجائحة الأخيرة اللي تعرض ليها العالم. والله احنا يعني احنا الحمد لله بقالنا يمكن أكتر من 5 سنين بنسعى جاهدين لهذا التحول الرقمي. بدأناه بمشروع توحيد قواعد البيانات المصرية واستخدام البيانات ديت عشان أدير بيها الخدمة وأدير بيها السياسات. تبعها العديد من المشروعات، منها مشروع إنفاذ القانون، مشروع التأمين الصحي الشامل، مشروع هيئة الاستثمار، مشروع النيابة العامة، فمشروعات كثيرة جدا أقيمت في الفترة اللي فاتت، وكانت كلها كنا بنعتبرها مشروعات بنية تحتية، يعني على أساس أن أنا أميكن هذه الجهات. السنة دي يمكن السنة أول سنة ننطلق في الخدمات الرقمية مع بوابة مصر الرقمية، وهي بداية وليست نهايه المطاف، بالعكس احنا دي اول خطوه على مشوار طويل.
التفاعل الناس بيها كويس جدا، لان طبعا ان انا اخد الخدمه بتاعه التموين الحمد لله يعني ابتدت تنتشر جامد. يمكن احنا بنعمل حوالي 3000 معامله في اليوم بس تموين. بنتكلم على التوثيق، وطبعا كل الناس لاحظنا ان في برضو تكدس على مكاتب التوثيق ابتدت تقل. فتحنا مكاتب جديده، عملنا تطبيق جديد عشان خاطر برضو نشتغل في الخدمات. فالخدمات ان شاء الله هتيجي تباعا في سنه 2021 عشان نغطي اغلب الخدمات اللي بيحتاجها المواطن المصري والشركه المصريه والمنظمه الاجتماعيه المصريه، وبالتالي يحصل نوع من التعامل الجيد بين الحكومه المصريه وبين كافه قطاعات المجتمع. طيب خلينا مثلا نضرب مثال مع حضرتك برضو لكل مشاهدينا. احنا بنتكلم على اهميه ان يبقى فيه في المؤسسات الحكوميه قاعده بيانات موحده. على سبيل المثال ان احنا لدينا قاعده واحده مثلا بتربط منظومه التموين او وزاره التموين مع وزاره التضامن الاجتماعي مع الوزارات الاخرى. ازاي ده بييسر ان الخدمات الحكوميه توصل بشكل اسرع للمواطن العادي؟ والله يا فندم سؤال وجيه جدا. هقول لحضرتك حاجه بالنسبه مثلا لمنظومه التموين. انا منظومه التموين عشان رابطه بالاحوال، انا عارف عائله الشخص اللي هو رب الاسره اللي معاه التموين، فانا اقدر اضيف زوجته، اقدر اضيف اولاده بدون اي مشاكل. ليه؟ لان رابط بين التموين وبين الاحوال. طيب انا كمان رابط التموين بقواعد البيانات القوميه، فقواعد الاستحقاق والاستبعاد عندي جاهزه، وبالتالي هو على البوابه اقدر اتاكد ان هو يستحق. نفس الوقت دي بيانات اسرته صح، نفس الوقت اتاكد من عنوانه واقدر ابعت له البطاقه على البيت. وتمت وبتتم كل يوم دلوقتي، والناس حست بيها ان انا باخد الخدمه بدون الحاجه ان انا اروح الجهه او ان انا حتى اقدم ورقه واحده. طيب شفنا ده برضو يا فندم الحقيقه، وكانت تجربه رائده جدا في التعلم عن بعد والتعاون اللي تم ما بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أيضا. يعني الحقيقة إنه فكرة إنه الاستخدام أو الاستغلال الأمثل للقدرات اللي بقت موجودة لدينا دلوقتي فيما يتعلق بقواعد البيانات أو التعامل بشكل تكنولوجي متقدم وأسرع كمان. والله يا فندم الفكرة كلها ان احنا ان شاء الله مصر بإذن الله بتنتقل نقلة كبيرة جدا. النهاردة ان شاء الله التعليم ابتدى يبقى على بعد، ان شاء الله التعليم الجامعي برضو في مشروع عملاق هيبتدي، وان شاء الله على اول السنة الجديدة هيبقى موجود لربط 27 جامعة. فاحنا بنتكلم على ان احنا نتعلم على بعد. لا نتوقف عند ده، يعني ان شاء الله بإذن الله هيبقى فيه، معلش ده برضو يعني اذا كنا نقدر نحصل على تفاصيل، يعني هيبقى فيه تغيير حتى فيما يتعلق بالتعليم الجامعي. جامعات مصر كلها ترتبط ببعض من خلال يعني منصة أو ما إلى ذلك. تمام يا فندم، هو ده المشروع اللي احنا طرحينه وبنشتغل عليه، ونأمل ان احنا يبقى يرى النور على أول السنة الجديدة إن شاء الله. وبرضه تعاون كامل ووثيق مع المجلس الأعلى للجامعات ومع وزارة التعليم العالي. هي الفكرة كلها يا فندم، لو هتلاقيها صحة، هتلاقيها تعليم، هتلاقيها تموين، هتلاقيها تضامن، كل ده إن شاء الله بينتقل النقلة الحضارية إنه يتعامل رقميا ويربط بالجهات الأخرى ويستخدم البيانات. هي دي النظرة اللي اتحطت من 5 سنين وكل الدولة شغالة عليها. إحنا النهاردة عايزين الحكومة تظهر قدام الناس إنها مكان واحد وليست أماكن متعددة بلوائح متعددة بإجراءات متعددة، تقدم الخدمة للناس بسهولة بدون من الشخص يحتاج انه يروح المكان. معلومات قويه، محتوى قوي. يعني انا لو اقول لحضرتك احنا عندنا حوالي 20 مشروع قومي كحكومه، ووزاره الاتصالات هي ممكن للجهات الحكوميه الاخرى عشان توصل لهذا المستوى وتقدم الخدمه للناس. مشروع عملاق بدا من 5 سنين وان شاء الله مكملين لغايه ما اي مواطن مصري يحس بهذا التغيير. هو بياخد الخدمه بطريقه مختلفه، بطريقه فيها يعني نوع من من غير اي عناء. يعني هي الفكره كلها ازاي نرفع العناء عن في تقديم الخدمات. ده المجهود اللي بيتم دلوقتي، وفي نفس الوقت يبقى عندي كدوله المعلومات والبيانات والمعرفة القادرة على إدارة الدولة إدارة رشيدة. هو ده الفكر بتاع التحول الرقمي، هو ده اللي عايزين نوصله. طيب
يعني خلينا نقول ان المواطن بيشوف في التحول الرقمي لو احنا بعيدا عن المصطلح وتفسيره بيشوف في الخدمات اللي بياخدها قطاع الصحه. احنا شفنا طبعا شغل الحياه كان موجود فيما يتعلق بقاعده البيانات الخاصه بمرضى فيروس سي، قوائم الانتظار في المستشفيات. يعني انا مش عايزه اعدد الحياه لان هم كان قطاعات ومجالات كتيره جدا كان في شغل واضح لوزاره الاتصالات بالتعاون مع الوزارات الاخرى. مرورا بقى خليني اقول لحضرتك بما تم بقى من خدمات اللي هي تجديد الرخصة، انه تجديد البطاقة، انه كل شيء يتم بشكل مميكن، هل معنى كده انه انا ممكن في المستقبل فكرة روح هات الملف رجع الملف جيب صورة من اصل الملف تنتهي من تاريخ حياتنا الى الابد؟ ده فندم اللي بنسعى اليه، وبنسعى عليه هنا مش بنشير لوزارة الاتصالات، احنا بنشير للدولة المصرية والحكومة المصرية. وزارة الصحة عاملة مجهود جامد، وزارة الداخلية والأحوال عاملين مجهود جامد، المرور نفس القصة. احنا الأمل إن احنا في السنتين الجايين دول مفيش ملف ومفيش دور تاني، ولا هات الورقة من هنا، لا روح اختمها لي من هنا، ده بقى ينتهي من حياتنا ويبقى نهاية. يعني إيه؟ يعني زي ما نقول كده نبقى خلاص خلصت الموضوع دوت، لا كل واحد بياخد خدمته. التعامل مع الحكومة ما يبقاش يعني يوم ما بقول أنا رايح أتعامل مع الحكومة، الواحد يبقى عنده كده إحساس، طب انا هخلص مش هخلص، هتعذب ازاي، هقدر اخلص موضوعي ازاي، اكلم فلان عشان يساعدني. نفسي بقى ده نطلع ان شاء الله، ده املنا كلنا انه يطلع من خاموس حياتنا ان شاء الله، ويبقى التعامل مع الحكومه سهل وميسر باذن الله. هو ده الامل. ابتدت البشاير تطلع، ابتدى الحصاد يظهر، ولكن المشوار لسه طويل. عندنا سنتين مجهود، ومجهود من كافه جهات الدوله، دعم كامل من قياداتنا. عايزين نوصل لوضع يليق بالدولة المصرية، سواء كان في مؤشرات التحول الرقمي أو سواء كان في مؤشرات الحكومة الرقمية والخدمات الرقمية. طب سؤالي بقى لحضرتك وهو عن التجارة الرقمية في مصر، والحقيقة ان احنا بنستخدم دلوقتي في مصر الكثير من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. يعني ممكن نقول ايه ازاي ده هيغير من ملامح التجارة الرقمية في مصر؟ والله يا فندم، هو التعامل الرقمي عامة في التجارة أو في أي حاجة ليه فوائده. اللي احنا لاحظناه، ويمكن جائحة كورونا كانت واضحة وصريحة بالنسبة لإمكانيات وقدرات الشعب المصري. الناس بتتعامل، يعني كان زمان كده، يعني يمكن مثلا قبل جائحه كورونا في خوف من التعامل الرقمي، خوف من ان انا ادفع الشراء اونلاين، ان انا اشتري اونلاين واسدد بالكريدت كارد وكده. بالظبط. ده بقى يعني في خوف ان انا استخدم المحفظه الالكترونيه، محفظه المحمول، كل الخوف ده. يعني يمكن الجائحه جت واختفى هذا الخوف، ويمكن انت بصيتي على التعاملات الرقميه زادت الضعف في فتره الجائحه. لا احنا يعني الحاجه ام الاختراع، ويمكن يعني دلوقتي حصل نوع من الـ بتسموه الادوبشن، او النوع ان انا خلاص الشعب المصري عنده القدره انه يتعامل رقميا. وبعدين يعني منظومه التموين بتقول لنا ان كل طوائف المجتمع، يعني انا شايفها كل محافظات مصر، كل الطبقات الاجتماعيه بتتعامل على المنظومه. وده بيوري ايه؟ لا يا جماعه، فكره ان الشعب المصري غير قادر على التعامل مع التكنولوجيا، يا ريت بقى فكره مدحوضه واثبتت الجائحه انها غير موجوده. احنا شعب قادر على التعامل مع التكنولوجيا، بتحمي حق المواطن كمان، يعني بتحمي حق المواطن. يعني المواطن لما بيتعامل بالجزء الرقمي مش بالكاش، ده يعني اعتقد احنا الدول دلوقتي كلها يا فندم برضو عشان نوضح بتتجه انه فكره التعامل بالكاش او بالفلوس النقديه يكاد يكون منعدم. يعني كله بيتعامل بطريقه الكريدت كارد اكتر في عمليات الشراء او البيع او اي شيء. الدفع الالكتروني، التعامل المباشر، التعامل الرقمي هو ده المستقبل. انا شايف ان احنا من الجائحه اثبتت ان احنا قادرين على التعامل مع هذا وبشكل سهل وميسر وبدون مشاكل. خلاص عندنا بعض التحديات، ان احنا المنظومات بتاعتنا تبقى اقوى، ان احنا نحدث في التطبيقات، ان احنا نربط التطبيقات ببعض، ان احنا نقدم خدمات جديده، هو ده اللي فاضل. لكن انا ما عنديش، يعني دايما ثقافه التغيير هي بتبقى الاصعب،
ولكن اللي شفناه في الجائحة، أفتكر الجائحة فادتنا كتير جدا في التعامل مع ثقافة هذا التغيير والتغيير الرقمي، وإن شاء الله يبقى نخرج من الجائحة دي أقوى في التعامل وعندنا ثقة بنفسنا أكتر لما تيجي للدفع الإلكتروني أو التعامل الرقمي إن شاء الله. وبكل تأكيد هيبقى لينا لقاء آخر مع حضرتك بقى عشان نشوف بإذن الله الخدمات الجديدة اللي هتدخل حياتنا كلنا كمواطنين مصريين. بشكر حضرتك ومزيد يا رب من التوفيق والتقدم. كل الشكر للمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشكر حضرتك على وجودك معانا. كل مشاهدينا في هذا الصباح وكل مشاهدي اكسترا نيوز، انا اسبوعي مع حضراتكم انتهى، هتوحشوني لحد الاسبوع القادم ان شاء الله. لكن قبل ما اسيب حضراتكم عايزه اقول لكم ان احنا بعد الفاصل ان شاء الله حضراتكم هتتابعوا معانا حوار ولقاء لسفير اليابان لدى مصر السيد نوكي ماساكي، واللي الحقيقه كان لينا حوار معاه عن الجامعه اليابانيه الجديده، هذا الصرح العملاق اللي تم اللي افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا. وعشان برضو الناس تفهم من هذا الحوار ما تم افتتاحه في الجامعه من مجالات وقطاعات جديده ما كانش موجود في السابق، يعني فكره مجرد المبنى اللي كان موجود للجامعه اليابانيه مش هو ده ما حدث من انجاز على أرض مصر. طبعا مش محتاج ان انا اتحدث طويلا على العلاقات المصريه اليابانيه، وان كان في اشاده ايضا مؤخرا من السفير الياباني بما تم عمله وافتتاحه في مجمع الهيدروجيني في مستورد. يا رب الخير دايما لمصر، اشوف حضراتكم على خير. تحياتي لكم اسماء مصطفى، خليكم معانا الحوار بعد الفاصل ان شاء الله.